بينورنا وشرفنا في الاستوديو ضيفنا العزيز جدا جدا الاستاذ عبد العزيز بولبودالي، الناقد الرياضي المغربي وصحفي بجريده الاتحاد الاشتراكي ورئيس الهيئه المغربيه للمؤلفين الرياضيين. يا استاذ عبد العزيز منورنا ومنور مصر. شكرا جزيلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. اهلا بك. يعني طبعا في امور كتير عايزين نتكلم فيها بتحديد فيما يخص المنتخب المغربي، بس ناخد الامور واحده واحده كده. خلينا نبتدي، رايك في التنظيم، تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه؟ هو يعني بكل صدق مصر معروف على الكرم الكبير والخبره في التنظيم، ياما يعني نظمت تظاهرات كبيره. التنظيم الجيد والحفل الافتتاح المبهر الذي ابهر يعني العالم كله لم يكن غريبا من بلد مثل مصر. كانت ايادينا على قلوبنا في الحقيقه. كنا ونحن نحضر هنا في القاهره نمني النفس ان ينجح اولا حفل الافتتاح، ثانيا التنظيم بشكل عام. ليه او لماذا؟ لان كلنا مع مصر ومع نجاحها في التنظيم، لان نعتبر ذلك تحدي كبير على بلد يعني بيبني نفسه من جديد. وانا كنت سعيد جدا لما الاتحاد الافريقي منح مصر شرف التنظيم، لان تعرف معي ان تنظيم تظاهره بهذه القيمه وبهذا الحجم اكيد سيعود بالنفع للبلد المنظم. ومصر تحتاج اليوم للدعم الكبير ولمنحها فرص يعني حتى تتوازن كما كنقولوا اقتصاديا ورياضيا وكل كل كل المناحي يعني تاع الحياه اليوميه. ان شاء الله التنظيم بدات المؤشرات تقول ان الامور طبعا تسير في الاتجاه الصحيح. وانا اسعدني كثير يعني مبادره كثير من الجهات الرسميه او غير الرسميه في مصر اللي تتدخل من اجل الاسهام في نجاح التنظيم. امبارح ابني معي في القاهره يعني يرغب في مشاهده المباريات، يكتشف على النت ان فيه شركات خاصه تنظم رحلات من كل مناطق القاهره للصدد. ده شيء جميل جدا، واحنا كلنا مع مصر. طبعا فيه نقط سلبيه محدوده جدا، واعتقد انها يعني نقط لا تذكر، يعني حاجات بسيطه لا تذكر. ومش مصر اللي مسؤول عنها بقدر ما الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي طبعا. وانا اتحدث بالتحديد وبالضبط عن لجنه الاعلام في الكاف اللي عملت مشاكل كثيره مع الزملاء الصحفيين، وكان هناك ارتباك في مساله التنظيم. لا يعقل مثلا في مباراه المغرب و ناميبيا ان يقال للزملاء الصحفيين اللي حاضرين من اجل تغطيه المباراه انكم امام اختيار اما مشاهده المباراه تيكيت بتاع المباراه اما الندوه الصحفيه اما. فهذا لا يعقل. طبعا يعني حاجه غير معقوله. صحفي يعني قاطع الاف الكيلومترات طبعا. من اجل مشاهده مباراه فريق بلده منتخب بلده، فلا يعقل انك تمنعه. نعم. طبعا لازم الاتحاد. وحاجه ثانيه هي اتمنى ان يفتح الباب او تتم يعني مراجعه اسعار التذاكر او اي حاجه اللي تحفز الجمهور عشان يحضر المباريات. دي نقطة مهمة برضه من غير مباريات المنتخب المصري. طبعا دي نقطة مهمة، واكيد هيكون في مساعي كبيرة جدا من المسؤولين في مصر على فتح ابواب المدرجات للجماهير او اي وسيلة من الوصول اللي تدفع الجماهير للدخول للمدرجات ومؤازرة كل المنتخبات او مشاهدة كل المباريات، لان المباريات في الحقيقة كلها فنيا مباريات مميزة جدا. نعم. قوة العلاقة ما بين مصر والمغرب واضحة جدا، بدليل ايه؟ بدليل ان قبل ما مصر تتقدم بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية بعد ما الكاميرون فشلت، ادت الفرصه لدوله او المملكه المغربيه ان هي تنظم بطوله الامم الافريقيه لما رفضت المغرب تنظيم هذه البطوله فمصر تقدمت. الاسباب ايه اللي خلت المغرب ان هي ما تفكرش في تنظيم بطوله الامم الافريقيه؟ اولا لم يسبق للمغرب ان تقدم
بطلب تنظيم الكان. لكن كان في نيه بالتحديد السنه. يعني احنا كاعلاميين اللي كنا نروج لهذه المساله وكنا على خطا. تمام. الحقيقه لان لا وزير الشباب والرياضه المغربي لا رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم ولا مره صرحوا رسميا انهم يسعون الى احتضان هذه البطوله. كان ما يروج حول في وسائل الاعلام ان المغرب ربما يعوض الكاميرون، ولكن في الاخير وزير الشباب والرياضه خرج بتصريح رسمي يقول لم نفكر يوما في تنظيم كذا، ولو فكرنا فمنطق العلاقات السياسيه مع الكاميرون ومع دول غرب افريقيا لا يمكن ان ندخل كمنافس. ولو كانت مصر لها الرغبه في تنظيم هذا الكان نحن نضع انفسنا رهن اشاره يعني شقيقه مصر بكل الوسائل الممكنه. الحمد لله مصر مثل المغرب بلد بلدين وانا على فكره بين قوسين اخر مؤلفاتي الحمد لله تحمل عنوان ايام كايرو بعيون مغربيه. وحكيت في الكتاب اتاسف ان ما توفرش على نسخه منا اليوم، بس لو استضفتوني بكره وبعد بكره تنور. انا مستعد اجيب طبعا طبعته في دار المعارف. ممكن اقول اسمه دار المعارف، ويحكي عن فتره من 2007 ل 2017 كل مشاهداتي كاعلامي مغربي لدوله مصر الشقيقه. وانا بعتز كثير وغالبا زملائي بيشاهدوا البرنامج بصداقات اخوه تربطني بكبار الاعلاميين في مصر. طبعا. استاذ اشرف محمود، استاذ ايمن بدر حبيبي طبعا. اللي بعزه طبعا. يعني كثير على عزات. كلهم اهلاويين على فكره. اهلاويه جدا كلهم اهلاويين. الحمد لله انا اتمنى ان العلاقات الطيبه الاخويه اللي العلاقات الطيبه باينه من الصوره دي. ايه رايك فيها؟ احد مشجعي طبعا انا كنت قاعد على فكره اتفرج في الماتش مع الجمهور. وكنت قريب من اللي حامل لافيتا دي وده ابنه. وعلى فكره شكرا لاهل مصر على حسن الضيوف. الصوره دي في الفيسبوك عملت يعني طبعا طبعا ضجه. فيه مؤسسه فندقيه في شرم الشيخ. هذا تاكيد اخر على حسن الضيافه المصريه. في قلت مؤسسه فندقيه مشهوره ما لن اذكر اسمها. اعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي انها تبحث عن رقم تليفون او عنوان الابن وابوه، وبتعرض عليهم استضافتهم في شرم الشيخ لمده اسبوع. وبكل الطرق في الحقيقه المصريين بيحاولوا يحسنوا الضيافه لكل الضيوف في الحقيقه، ما بالك كمان لما تكون دول عربيه من شمال افريقيا واخواتنا واشقائنا بكل تاكيد، وبالتحديد كمان المغرب. والمغرب دوله كبيره جدا وبالتحديد كازابلانكا. انا بحب كازابلانكا جدا، رحت هناك مرتين يعني. خلينا نخش في البطوله بقى. المنتخب المغربي، تقييمك للمباراه الاولى بالنسبه للمنتخب المغربي امام ناميبيا وفوز صعب في الدقيقة 89 بهدف عكسي من احد لاعبي المنتخب الناميبي، تقييمك لاول مباراة شايفها ازاي؟ هو بكل تأكيد دائما المباريات الأولى في أي بطولة كبيرة بهذا الحجم تكون صعبة. أنا تنبأت مباراة الافتتاح منتخب مصر أنه سيواجه صعوبة يعني بتحقيق الفوز. تمام. وذلك ما حصل. ما يتعلق بالمنتخب المغربي كذلك تنبأنا أن المباراة لن تكون يعني في متناول اللاعبين وستكون هناك صعوبة. الحمد لله أن اللاعبي المنتخب المغربي ظلوا مؤمنين بحدودهم. ودون نسيان أن دور الجمهور المغربي اللي لعب دور كبير طبعا، لأن طيلة عمر المباراة يعني كان دائم التشجيع والمساندة، وعلى فكرة بمؤازرة من جمهور مصري كانوا أكيد. يعني كانوا حاضرين بواحد الشكل جميل جدا، حتى قبل ما يدخل اللاعب خالد بطيل طبعا لاعب نادي الزمالك، واكيد ليه شعبيه هنا من جمهور طبعا الزمالك. في جمهور الزمالك كان حاضر وكان بيطالب المدرب هيربي رونار بادخال اشراك
فما فهمش انا لما يلعب مع الزمالك بيشتموه، لما يكون بالمغرب يطالبوا بيشرب. ممكن يكون على اي كان ما اداش بشكل مميز مع نادي الزمالك في الحقيقه حتى الان، لكن هو لعيب كبير. لا اربع اشهر غير كثير تقييم يعني. بس نعود لموضوعنا، المنتخب المغربي قلت انه كان اولا عامل الحراره المفرطه اللي كانت في الملعب. الحكم نسى تعليمات الكاف نظام البطوله، انه من المفروض عليه ان يعمل على توقيفين في الشوط الاول والشوط الثاني. هو نسى الامر ده، خلى اللاعبين يعني احنا كنا في المدرجات وعطشانين ومهلكانين بالحر، فما ادراك من اللاعبين على ارضيه الملعب، ولاعبين كلهم يمارسون في اوروبا يعني طبعاً. الاجواء متعودين على الاجواء مختلفه متغيره. فالاهم في هذه المباراه او في البطوله بشكل عام هو النتيجه، اما الطريقه والاسلوب لا يهم ما دام النتيجه تكون ايجابيه. وغالب الظن انا ارى ان المنتخب المغربي والمنتخب المصري كذلك ادائهم سيتحسن مع مرور المباريات. طيب هل ازمه حنظله كان ليها اثر سلبي على المنتخب المغربي في البطوله او في المباراه الاولى بالتحديد؟ واسباب الازمه اصلا كانت ايه يعني؟ اولا اسباب الازمه هو المزاج السيء اللي عند اللاعب حمد الله. عبد الرزاق حمد الله من اللاعبين الكبار جداً. يعني مهارات كبيره رغم تقدمه بالسن، هو عنده تقريبا 30 سنه من العمر، ولكن عنده شخصيه غريبه جدا. يكفي ان اي صديق من اصدقائه يمر من امامه دون القاء التحيه يغضب ويزعل ويغادر المكان، يعني ما فيش، ولا يحب اي تدخل يعني طيب خاطره او هذا يرفض تماما. اللي حدث في المغرب هناك روايتين، الروايه الرسميه تقول حسب بلاغ للاتحاد المغربي ان عبد الرزاق حمد الله اصيب على مستوى ظهره وغادر المعسكر، كان مستحيل انه يستمر وسيعود الى طبيب المنتخب من اجل اجراء الاشعه وكذا. حسب الموعد المتفق معه مع الطبيب غاب حمد الله لم يحضر. الروايه الثانيه وهي غير رسميه ولكن هي الاقرب للحقيقه انه تشاجر مع فيصل فجر خلال المباراه الوديه اللي لعبها المنتخب امام غامبيا واللي انهزم فيها المنتخب المغربي، فسبب شجاره هو ضربه البينالتي يعني ركله الجزاء اللي كانت ممنوحه للمغرب. راح عبد الرزاق حمد الله كان يود انه هو يسددها، فالمنتخب الوطني بتدار اموره أكيد. بشكل احترافي طبعا، فهناك لائحه من اللاعبين المؤهلين او اللي المرخصين بتسديد ضربات اما الركنيات اما كرة الثابتة يعني. هناك مثلا القائد المهدي بن عطية، هناك حكيم زياش، وفي المركز الثالث فيصل فجر. ده امور متفق عليه داخل المنتخب الوطني. عبد الرزاق لا يهمه ما يتفق عليه لان مزاجه هكذا، فخذ الكرة قال له فيصل فجر انا مسؤول عنها. فزعل لما راحوا للوطيل وقع يعني شنآن شدة يعني كذا، خذ شنطته وراح البيت. هذا المشكل كاين. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، هل أثر غيابه؟ ما أظنش، لأن لأول مرة يعتمد عليه في مباراة ودية خلال الشوط الثاني من مباراة ودية، ولم يكن في يوم من الأيام حمد الله يعني أحد اللاعبين الركائز في الفريق. نادرا ما كان ينادى عليه، أولا لطباعه والشخصية الكثير من الأمور. فالمنتخب المغربي لم يكن يعتمد عليه في هذه البطولة، حضر أو لم يحضر إيربي رونار عنده لاعبين اللي بيعتمد عليهم ويثق فيهم وعنده خطة بتاعه، فلا أظن أن هناك تأثير، رغم أن المنتخب المغربي يحتاج إلى قلب هجوم يعني فعال. وشفنا في المباراة الأخيرة أمام ناميبيا أن الخط الهجوم كان بيشغل كثير
وكانت الكرة تصل إلى مربع العمليات، ولكن لما يكون هناك هداف بمعنى الكلمة يعني. تمام. طيب المباراة المقبلة بالنسبة للمنتخب المغربي مع كوت ديفوار، مباراة صعبة وقوية جدا. منتخب الإيفواري واضح أنه هو منتخب قوي من خلال مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا وفاز وأدى كمان أداء رائع جدا. شايف المباراة دي إزاي، وخصوصا أن هي تعتبر مباراة التأهل بشكل رسمي لأحد المنتخبين؟ أولا نسجل أن المنتخب المغربي من خلال ما شاهدناه في الحصة التدريبية أمس الاثنين في ملعب حرس الحدود، فالأجواء كانت رائعة جدا. اللاعبين تخلصوا من الضغوط الأولى اللي كانت معهم. أولا تعرفوا على الجو والطقس المصري، ثانيا تأكدوا أن الجمهور المغربي اللي خصمهم في المغرب بسبب حمد الله وبسبب سوء النتائج، فأنه تصالح معهم. الدليل أنهم في الملعب بمجرد دخولهم لأرضية الملعب كان الجمهور كله قائم ويصفق عليهم ويشجعهم، فالأمور كلها هذه كان لها تأثير مباشر على نفسية اللاعبين، وكان واضح أن هناك ارتياح من النتيجة. أولا كان هناك تأثير للخطاب اللي قاله رئيس الجامعة المغربية فوزي الخجاع مباشرة بعد المباراة الأولى، وخلال حفل العشاء للاعبين قال كلمة مهمة وكانت تحفيزية ومؤثرة في نفسية اللاعبين. بالنسبة لكوت ديفوار دائما كان فريق قوي، لكن لا ننسى أن المنتخب المغربي حقق عليه الفوز في ميدانه في كوت ديفوار في آخر مباراة في تصفية كأس العالم. فكانت هناك سابقا عقدة من كوت ديفوار، كان دائما إما يفوز عن المغرب أو يتعادل معه. اليوم في مباراتين متتاليتين المغرب استطاع أنه يفوز، ولا أعتقد أن من يكون عندك فريق فيه مثلا لاعبين عندهم خبرة عالمية كالمهدي بن عطية أو حكيم زياش أو مبارك بوصوفة أو غيرهم اللاعبين أو المرابط، فكلهم لاعبين اللي يمكن يغيروا النتيجة في أي وقت. ممكن أنهم يقفوا أمام أي فريق كما كانت القيمة ديالو، وكما قال كيف مثل ما قال رئيس الاتحاد المغربي قبل حلول المنتخب المغربي هنا بالقاهرة في حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، وتشرفت بإجراء الحوار يعني. قال بالمعنى الواضح: نحن ذاهبون لمصر من أجل الظفر بكأس أمم إفريقيا، ولا يهمنا أي فريق كيفما كانت قيمته أو تاريخه، المهم هو نكون في حالة جيدة يوم المباراة، وأكيد نسعى إلى الظفر باللقب. والله إحنا نتمنى لكم يا رب كل التوفيق توصلوا النهائي، بس وإحنا كذلك نتمنى لمصر. طيب عايز اسال، احنا حنكون سعداء لو فاز المغرب او انهزمت مصر في النهائي؟ اكيد طبعا، في الاخر طبعا دولتين يعني عربتين كبار جدا، واكيد في علاقات قويه جدا بين مصر وكل واحد بيحب بلده منتخب بلده. طبيعي احنا بنحب مصر كثير والله العظيم، اكيد، ولكن المغرب يعني منتخبنا بلدنا والطبيعي زي ما مصر بلدنا بنحبها جدا. وانا بقول كده لعلاء عزت زميلي الحبيب طبعا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، واكيد بيتفرج على الحلقه دلوقتي وكان معاك على التليفون صاحب طبعا. طيب المهم عايز اسالك، وقال لي بالكلمه قال لي يا استاذ بلبوداني انت اليوم حتدخل التاريخ، قلت له ليه؟ عشان دخلت قناه الاهلي. قال لي ادخل قناه الاهلي طبعا، هو ما كذبش في الامر ده، انا دخلت التاريخ اليوم طبعا. ربنا يخليك، انت شرف لينا يعني تنورتنا اكيد في قناه النادي الاهلي. سؤال اخير بخصوص المنتخب المغربي وبخصوص هيرفي رينارد، كلام كتير على انه هيترك تدريب المنتخب المغربي بعد البطوله، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ والله هو سؤال ما فيش جواب عنه. تمام. احنا سالنا هيربي رونالد، سالنا رئيس الاتحاد المغربي، لكن ممكن يكون في معطيات، ولكن في عالم الاحتراف كله ممكن. تمام. انت اليوم عندك لاعب مثلا في ريال مدريد، ممكن الحاله ديال رونالدو مثلا كان نجم نجوم ريال مدريد، راح يوفنتوس على طول، راح يعني الاحتراف والسوق مفتوح للطلب والعرض. هيربي رونالد يعني حقق اشياء جميله مع المنتخب المغربي، اهله للمونديال يعني، اعاد له الثقه في نفسه، اعاد الجمهور يحب المنتخب المغربي، ولكن في عالم الاحتراف يمكن ياتي اي عرض غدا من اي منتخب. الاكيد هو انه لن يروح
نادي معين مثلا في اوروبا او في الوطن العربي، هو عينه دائما على منتخبات ويكون اسمها كبير. تمام. طيب حضرتك اتكلمت في مقاله في الجريده بتاعت حضرتك عن مصر، ملخص هذه المقاله كان ايه؟ الملخص هو طرحنا السؤال هل مباراه بكره او مباراه الغد، هي المقاله هي معنا على الشاشه. مباراه الغد هل هي انهي في انهي حته يا جماعه؟ اي لا 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 في الصفحة الثانية، الصفحة الثانية مش دي، دي بتاع المغرب، أخبار طبعًا المغرب. طبعًا. ملخصها إيه بقى المقال؟ الملخص مصر تنتظر اليوم فوزها. أيوة. الثاني والهدف الأول لصلاح إن شاء الله. كنا كإعلاميين وكجمهور ننتظر هدف من صلاح، من الأهداف الجميلة طبعًا اللي بيسجلها في الدوري الإنجليزي، وسنتابع هذه المباراة بهذا الهدف، رغم أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لمنتخب مصر، فالفريق المنافس تعرض للهزيمة، وآخر فرصة له يعني التطلع المرور الأدوار المقبلة هي يحقق نتيجة أمام نتيجة جيدة من غير الهزيمة أمام منتخب مصر. وأنا في اعتقادي أن منتخب مصر أكيد ولو بصعوبة ستحقق الفوز الثاني وتتأهل إن شاء الله الدور الثاني. يا رب يا رب ان شاء الله مصر تفوز من خلال مباراه بكره وتتاهل بشكل رسمي باذن الله. طيب اقوى المنتخبات حتى الان من وجهه نظرك في البطوله مين؟ وقبل بدايه البطوله دائما وكلنا كاعلاميين كنا نرشح مصر بالدرجه الاولى للفوز بالبطوله، ومن بعدها المغرب والسنغال. المغرب والسنغال. وحتى مجلة ليكيب الفرنسية الدائعة طبعا يعني الصيت فعملت استطلاع للرأي لدى الإعلاميين المختصين وأعطوا مصر المركز الأول، والدرجة أقل أو الدرجة الثانية المغرب والسنغال. هذه الدراسة النتائج ديالها تتأكد مع المباريات، شاهدنا مصر ولو أنها فاز بصعوبة هي والمغرب، ولكن قدمت عرض يوحي للمتتبع انه فريق قادم وفريق متكامل وفريق يملك اقوى يعني ما يمكن ان يملكه اي فريق اللي هو روح الحماس والرغبه بتحقيق الفوز. شفنا المدافع الدولي منتخب مصر حجازي، احمد حجازي طبعا، انفه يعني كسرت الدماء، وكان متشبث ومتمسك انه لعيب راجل في الحقيقه، دي روح الاهلي على فكره، روح الاهلي. ما انا عشان كده عايز اسالك زي ما حكى لي على عزت يعني دي روح الاهلي. هو احد يعني ابناء طبعا كان نادي الاسماعيلي في الاول، لكن هو انتقل من النادي الاهلي للاحتراف في انجلترا وبتحديد نادي ويست بروميتش. لو تشبع بروح الاهلي طبعا اكيد يعني، لكن بالتالي عايز اسالك عن النادي الاهلي بقى وسمعه النادي الاهلي في المغرب وشعبيه النادي الاهلي في المغرب بشكل عام ازاي؟ انا عارفها بصراحه بس الجمهور النادي الاهلي عايز يسمع. بدون مجامله وبكل صدق يعني نادي الاهلي حبيب الملايين في المغرب، حبيب الملايين. فريق يشرف كل العرب، فريق بتاريخ كبير، فريق بمؤسسه يعني وهيكله تسيريه يعني من الطراز العالي، الطراز الاحترافي الاوروبي. وانا في كل زياره لمصر اتشرف واسعد اني يعني ادخل النادي مقر النادي الاهلي، دائما احضر هناك. النادي الاهلي اسماء لاعبيه تاريخيين معروفين عن ظهر قلب في المغرب، محمود الخطيب الله يطول عمره، ابو تريكه، يعني عديد من اكرامي، يعني كل لاعبين بركات على المتعب طبعا خطيب. بركات اللي بيخش في القلب بسرعه والله، كله يعني اللاعبين بيشرفوا ليس بمستوى مهاراتهم الفنيه فقط، ولكن حتى اخلاقهم، حتى كنموذج دائما في تقديم اللاعب متكامل رياضيا واخلاقيا وفنيا. فانا بتذكر يمكن في 2008 او 2009 كان الاهلي لاعب في كازابلانكا مع الوداد، تمام، وكان الوداد لازم انه يفوز، كانت يمكن بطوله عربيه ولا الماضي، فابو تريكا سجل هدف ضد الوداد. صح ذكرت الماتش ده، هذا لا يحدث في ميادين اخرى. الجمهور 80 او 90 الف مغربي حضروا، وقفت بتصف يعني في، لان هذا يؤكد ان ابو تريكه باخلاقه بالروح الاهلاويه اللي عنده، محبوب الملايين ابو تريكه، الناس بتحبه يعني.
اتمنى الاهلي انه يستعيد القوه المعروف عليها، لان هذه السنه ما كانش قد يعني ما كانش بقدر الطموح او ما كنا. لا ما تقلقش على الاهلي، قريب قوي هيستعيد هيبته الكبيره المعروفه عنها. كنا على فكره كنا نتمنى وليد ازارو يكون في المنتخب المغربي. لماذا؟ لانه زائد مهارات اللي عنده والاندفاع اللي عنده تشبع من روح الاهلي. احنا بالفرنساوي نقول لاغاج دي بانك، يعني تحقيق النصر، الرغبه المتوحشه لتحقيق النصر، الجرينتا يعني. للاسف ما كانش حاضر لانه كان مصاب هذا السنه. ان شاء الله يكون حاضر، لان وليد ازارو من اللاعبين المميزين. سريعا، اكبر لاعبين اللي نفتخر بهم. اخر سؤال خالص، مصير مباراه الوداد والترجي هيكون ايه؟ والله الملف اليوم تنظر للمحكمه الدوليه العليا الرياضيه الطاس. الوداد متشبت بحقه يعني، لان كثير من الامور كانت خارجه عن نطاق القانون. الفار لم يكن، كلها امور عارفينها، لكن هل التمسك موجود طبعا من قبل الوداد والترجي؟ الوداد لم ترضى بالحكم اللي اصدرته لجنه الطوارئ في الكاف، اللي هو اعاده المباراه. يرغب في البطوله من غير البطوله طبعا المباراة. لان من حقه. طيب يعني اكيد نتمنى كل التوفيق لكل الاشقاء في الدول العربيه طبعا المجاوره لمصر وفي شمال افريقيا بالتحديد. يا استاذ عبد العزيز نورتنا وشرفتنا، وانا بشكرك شكرا جزيلا على يعني تواجدك معنا النهارده، اسعدتنا جدا. والله انا اشكركم لان اتحتوا لي فرصه اكون في مقر قناه نادي القرن من اكبر الانديه، وانا سعيد جدا. وفعلا انا دخلت التاريخ اليوم زي ما قال على عزت. وشكرا جزيلا، اتمنى ما اكونش ثقيل. لا لا طبعا يا حضرتك نورتنا وشرفتنا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا وفكرتنا الحواريه في برنامج كلام في الميديا النهارده مع الاستاذ عبد العزيز بولبودالي الناقد الرياضي المغربي، واكيد كانت فقره مهمه ومميزه جدا اتكلمنا فيها في العديد والعديد من الامور. دي كانت حلقه كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.